الأماكن للأماكن جوا القلوب كل الوطن جوانا ساكن يفضل أملنا في ربنا يكبر وطننا يضمنا نقدر نحقق حلمنا أحلى مواطن. برحب بكم أعزائي المشاهدين ولقاء جديد وبرنامج أحلام مواطن. المشهد اللي انتوا شايفينه معايا حاكي عن نفسه. النهاردة لقاء غير تقليدي في مشهد وفيو كمان غير تقليدي، خصوصا لما تعرفوا. ورحب بعد لحظات سريعة بضيف اللي بيشرفنا النهاردة في برنامجنا على شاشة المحور. اعتقد بتبقى رسالة مهمة جدا نأكد بيها عظمة البلد دي والأمن والأمان مع الاستقرار والطبيعة الخلابة. أحلام مواطن النهاردة موجود في إنا، بيشرفني في هذا اللقاء سيادة اللواء أشرف غريب الداودي محافظ إنا. برحب بك سيادة اللواء في أول لقاء تلفزيوني لسيادتك على أحلام مواطن. اهلا وسهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين، نورتوا هنا، اهلا وسهلا بيكم. شرف لينا وجودنا مع سيادتك يا فندم. الله يكرمك. سياده اللواء، خليني دايما ابدا مع سيادتك. احنا متعودين في برنامجنا نتكلم كده ببساطه باللغه اللي الناس تعرفها بعيد عن الاسئله التقليديه والروتينيه، وانا اتوسم في سيادتك ان احنا نتكلم من القلب، ان الناس مستنيه اكيد في اول اطلاله لحضرتك ان هم يشوفوا المحافظ بتاعنا الجديد، عاوزين نشوفه ونسمعه عن قرب اكتر من خلال الشاشه. سيادتك منذ قسم اليمين بعد ما حلفت اليمين ورجعت عشان تتولى منصب محافظ هنا، بيبقى دايما لكل واحد ابرز عناوينه وملفات انت شفتها. ان انا هبدا بملفات مستعجله في محافظه هنا، خصوصا ان في خطه للتنميه في المحافظه اعلى من ان هي طويله المدى، بعضها يبقى في ملفات اسرع نشتغل عليها. فحابب في عناوين عريضه برؤيه حضرتك تكلمنا عن ابرز التحديات والعناوين اللي سياده اللواء هيشتغل عليها منذ ان تولى المسؤوليه. الحقيقه طبعا عايز اقول لحضرتك ان احنا بعد ما قلنا القسم امام السيد رئيس الجمهوريه قعدنا مع معاليه في فتره اكتر من ساعتين بتوجيهات سيادته لينا، وده كانت الحقيقه كانت خريطه الطريق ليا ان انا امشي عليها اول ما جيت المحافظه، وكانت يعني حددت نفس الهدف من خلال هذه التوجيهات ان هي دي الخطوط العريضه اللي انا همشي عليها باذن الله. وحتى اول لما جيت المحافظه وقعدت مع زمايلي التنفيذيين في ديوان عام المحافظه، اول لقاء بيهم حطيتها قدامي وقريتها بند بند وفسرتها تفسير جيد عشان المواطن عشان المسؤول يبقى عارف احنا هنمشي ازاي. الحقيقه طبعا بالنسبه لسؤالك، اهم الملفات اللي انا مهتم بيها هي الحقيقه محافظه هنا محافظه يعني راقيه وجميله، ومواطن هنا مواطن بسيط ومواطن مصري اصيل، الحقيقه بيحترم قواعد المرور، بيهتم جدا بنظافه الشوارع. اللي انا حسيت ان انا محتاجه في الفتره القريبه دي جدا هو ملف المياه الشرب والصرف الصحي. الحقيقه الدوله يعني زي ما قلنا عامله فيه مجهود جامد جدا، وان شاء الله احنا مخططين من خلال الخطه التنميه اللي هي الخطه الخمسيه اللي تنتهي في 2022 ان شاء الله بالنسبه لمياه الشرب ان المواطن يشرب مياه نقيه في نهايه 2022 هتبقى بنسبه 100% داخل الحضر وداخل الريف ايضا. بالنسبه للصرف الصحي باذن الله تبقى للخطه التنميه والخطه الخمسيه هيبقى عندنا ان شاء الله الصرف الصحي باذن الله 100% داخل المراكز، وهيبقى باذن الله يزيد عن 50% في الريف. الخطوط الرئيسيه في خطه التنميه ان شاء الله اللي هنوصل لها في النهايه هيبقى عندنا باذن الله مبدئيا بالنسبه زي ما قلت للشرب والصرف الصحي، برضو نضيف عليه ان احنا هيبقى عندنا فرص عمل حوالي 24000 فرصه عمل فرصه مباشره، هيبقى باذن الله عندنا حوالي 35000 فرصه عمل فرصه غير مباشره. استوقف حضرتك في النقطه دي، ده هناك ربط ما بين توفير الفرص المباشره والغير مباشره، وطبعا احنا كنا في اللقاء برضو مسجل وزير القوى العامله مع معاليك وانت مهتم تماما بعمليه التوظيف وخلق فرص العمل والتدريب، ده الربط ما بين عمليات التنميه والمشروعات اللي بتتم في المحافظه، ده اللي بيخلق فرصه للشباب. بالظبط كده، احنا طبعا يعني احنا يعني موضوع خلق الفرص دلوقتي ما عادش الاعتماد على الوظيفه الحكوميه، عايزين نغير فكر شبابنا، وده اللي احنا بنقوله في اللقاءات الشعبيه ان لازم نبدا نفكر بفكر عملي لصالح بلدنا. احنا عندنا الحمد لله من خطه التنميه عندنا منطقتين صناعيتين، افتتح عندنا دلوقتي ما يقرب من 60 او 61 مصنع النهارده، لان في مصنع اتضاف عليهم، وفي الاجمالي حوالي 286 مصنع ان شاء الله في المنطقتين دول هيوفروا لنا حوالي 15000 فرصه عمل. فاحنا عايزين
لكن برضو عندنا منطقة حرفية داخل محافظة قنا، عملنا مرحلة أولى وثانية وبإذن الله احنا شغالين دلوقتي في المرحلة الثالثة. كل ده عشان نوفر فرص عمل لشبابنا ان هو يبقى معتمد على نفسه، عنده دخل كويس، يعيش حياة كريمة هو وأسرته داخل المحافظة. سيادة اللواء أعلم جيدا طبعا واحنا بنحضر للقاء حضرتك ان في من وقت للتاني لقاءات جماهيرية سيادتك بتعملها مع المواطنين بشكل تقريبا أسبوعي، أعتقد دي تبقى مهمة جدا عشان تستمع ليهم هم محتاجين إيه وعاوزين إيه، عندهم مشاكل أصحاب الحرف، بتنوع بقى المواطن في قنا بكل أنواع المهن المختلفة. كلمنا عن ده فندم. والله طبعا زي ما قلت حضرتك في توجيهات السيد الرئيس في الاول في التركيز احنا خدناه من ضمن الحاجات اللي هي اللقاءات الشعبيه ونهتم بيها جدا ونسمع المواطن، وكان دايما المعالي بيقول لنا المواطن اللي ما توصلوش الخدمه يبقى احنا لسه يبقى كل اللي عملناه دوت ما عملناش حاجه. فالحقيقه طبعا احنا في بدايه وجودي في المحافظه بدات اغير في اسلوب اللقاءات الاسبوعيه وبدات ان انا اتوجه للمراكز، لكل مركز لحد دلوقتي عملت مع 4 مراكز ومكمل لحد ما اكمل 9 ان شاء الله. ده بيكبر جسر الثقه ما بين المواطن والمسؤول لما يحس ان هو المواطن اللي بيقعد مع المحافظ كده وجها لوجه، ما كانش بيحصل ان انا قاعد قدام المحافظ وبساله وبيرد عليا وبيكلمني وبقول له هتعمل ايه واحنا محتاجين كذا. اعتقد ده بياكد ان جسر الثقه يكبر ما بين المواطن فينا والمحافظ، وفي نفس الوقت نظره بقى ان في تهميش لمواطن الصعيد بشكل خاص. اعتقد انت كده بتزوم الفكره دي يا فندم. الحقيقه طبعا يعني حضرتك لفت نظري لنقطه مهمه جدا الحقيقه ممكن تنسيها ودي مهمه قوي، اللي هي نظره الثقه طبعا ما بين المواطن وبين قيادته. المواطن لما بيبقى في اللقاء وجها لوجه وبيتكلم بيقول مشكلته على العلن وبعدين بيشوف المسؤولين وهم بيحلوها مباشره، طبعا بيبقى المواطن بيبقى عنده نوع من الرضا. وكتير قوي من الناس يقول لي انا مش مهم مشكلتي تتحل، انا يكفيني ان المسؤولين سمعوني. عاوز انتقل مع حضرتك برضو لجزئية تاني ألا وهي أن شركاء عملية التنمية دايما في المحافظات، وطبعا حتى سيادة الرئيس بيقول أن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني شركاء في عملية التنمية بشكل عام، كلهم في مجاله وبالدعم اللي يقدر يساعد المواطن أيا كان الدعم ده بيتعاون فيه مع المحافظة أو من خلال المؤسسات. الملف ده بشكل عام يا فندم وفكر سيادة اللواء أشرف غريب في التعامل مع المؤسسات الخيرية داخل المحافظة. الحقيقة طبعا مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات المجتمع المدني في محافظة قنا الحقيقة يعني اليوم أيادي بيضاء زي ما قلت الصبح داخل المحافظة في جميع نواحي الحياة، والحقيقة هم مشاركين معنا كتفا بكتف. يعني الدولة واخدة الشق الكبير والأتقل وهم واخدين بعد كده اتجاهات عديدة معانا. والحقيقة طبعا يعني يمكن احنا بدأنا دلوقتي في مبادرة سيادة الرئيس مبادرة حياة كريمة. أيوة. احنا ان شاء الله عندنا في المحافظة هنا في 12 قرية اللي هم لأشد احتياجا، ال 12 قرية دولة بإذن الله طبعا المؤسسات المجتمع المدني هنا ليهم دور كبير قوي، يعني على رأسهم مصر الخير، وطبعا يعني كل مش عايز اذكر حد عشان برضه الواحد من في العديد من المؤسسات طبعا اللي هي مادة ايديه للمحافظه، وده بيفرق جدا. انا كمحافظ هنا ايدي ممدوده لاي حد هيدعم بالفعل وليس بالكلام معايا لابناء المحافظه، مش كده يا فندم؟ صحيح صحيح، وبالتالي الحقيقه لهم دور فعال باذن الله. مبادره حياه كريمه دي ال 12 قريه هيبقوا نموذج لكل القرى اللي عندنا، وان شاء الله دي بدايه مش النهايه، دي البدايه 12 قريه وهنكمل بعد كده. المبادره شغاله ومستمره. المبادره مش مجرد زي ما اتقال ان احنا هندهم بيت او هنعمل سقف، لا، المبادره برضو زي خطه التنميه بالظبط هتشمل جميع نواحي الحياه داخل القريه، بمعنى هيبقى البيت نفسه يليق بالمواطن، الطريق اللي بيمشي عليه يليق بالمواطن، هيتعمل له مشروع يكسب من وراه عيش، سواء بقى تنميه زراعيه او تنميه حيوانيه او مشروع حرفي او يعني هتبقى في نواحي عديده. طبعا هنهتم جدا بكل بالمرافق داخل القريه بحيث ان احنا نكمل مرافقها، هتبقى قريه نموذجيه في جميع نواحي الحياه. لما يكون مسؤول بلدك بياكد بيقول لك فرص عمل، عمليه تنميه، مرفق مياه شرب، صرف صحي، بنيه تحتيه، تعليم، خلق فرص توظيف، فرص مباشرة، توظيف غير مباشر وتوظيف مباشر. اعتقد ملفات مهمة جدا ألهمنا سيادة اللواء، والاهم قبل ما اسأله في اخر كلمات لينا النهاردة في لقائنا ان هو قال ان قريبا جدا مش هيبقى في مكان فيكي يا قنا ما فيهوش مية حلوة او حتى صرف صحي. بعيد اللي قاله سيادة اللواء عشان عاوز اطمن اي مشاهد بيشوفني وتحديدا اخواتنا في محافظة قنا، ده محافظ بلدك وهو بيقول لك الكلام ده، دائما وابدا اطمن. طالما في حد يبقى حريص على البلد بالشكل ده ان شاء الله هنيجي تاني في القائمة مع سياده اللواء واحنا بنحتفل بتنفيذ الخطه اللي قال عليها فيما يتعلق بالتنميه بكل انواعها. سياده اللواء عاوز اخد من سيادتك
رسالة وانت مدد ايدك زي ما انت بتتقابل مع المواطنين هنا في هنا لشركاء النجاح، لان مفيش حد بينجح لوحده. وزي ما اتفقنا وده طبعا قلناه في سياق اسئلتنا، ان مؤسسات الخيريه والمجتمع المدني شركاء في عمليه التنميه والنجاح، وطالما في حد عاوز يساعد بجد ويبدا يمد ايده مع الدوله المصريه، عاوز اقول له رساله اللواء اشرف غريب لهذه المؤسسات تقول لهم ايه يا فندم؟ اقول لهم طبعا احنا فاتحين زراعينا اليوم، وطبعا نتمنى ان هم يفضلوا دعم لينا وظهر لينا داخل المحافظه. المحافظه محتاجاهم ومحتاجه مجهودهم، وانا تحت امرهم في اي وقت، مكتبي مفتوح ليهم. كل اللي عنده اي مساعده لمحافظتنا انا اتمنى واتشرف ان هو يجي ويتفضل، واهلا وسهلا بيهم في اي وقت. يبقى كده دي دعوه صريحه من سيادتك يا فندم، اي حد عاوز يدعم بفعل وليس بالكلام اهلا وسهلا بيه طالما انت هتفيدني في محافظتنا. طيب سيادة المحافظ، أنا دايما متعود في برنامجنا بما أنه اسمه أحلام مواطن أن احنا بنسأل بقى المواطن الإنسان وليس سيادة اللواء المحافظ، حلمك كمواطن لمحافظتك اللي أنت توليت المسؤولية فيها في عهد ليس بالبعيد، حلمك كمواطن لهذه المحافظة في عناوين عريضة إيه هو فندم؟ والله نفسي يعني اتمنى طبعا ان شاء الله وبايدينا في ايدين بعض ان احنا نبقى المحافظه رقم واحد في جمهوريه مصر العربيه. ليه لا؟ يعني احنا عندنا ما شاء الله اولادنا في التعليم، يعني كل سنه عندنا في اوائل من الجمهوريه عندنا، يعني السنه فاتت كان عندنا الثاني، السنه اللي قبلها كان عندنا الاول والسادس. فنفسي تبقى محافظتنا الاولى في التعليم، ونفسي تبقى محافظتنا الاولى في النظافه على مستوى الجمهوريه، ونفسي هو ده الواحد لازم يحلم بيه، لازم يحلم بنهايه الطريق تبقى الصحه عندنا. يعني الحمد لله احنا يعني مشينا مشوار كبير، ولكن لسه في ملف الصحه محتاجين شغل كتير. ان شاء الله بننتهي منه باذن الله هيبقى وضع الصحي، ملف الصحي ممتاز. ملف البيئه طبعا محتاجين نشتغل فيه كلنا كتير، وان كان المحافظه بالامانه هي محافظه نظيفه والشعب يعني بيهتم جدا بموضوع البيئه، لكن احنا عايزين نزود اكتر. الحقيقه يعني عايز اقول احنا نفسنا نبقى رقم واحد في مصر، يا رب. يعني عجباني جدا نبرة التفاؤل والإخلاص والعمل مع سيادة المحافظ. رقم واحد حلم مشروع تماما يا فندم. وإن كنت أنا برضو معلومة كنا بنقولها في الكواليس قبل ما نبدأ نسجل مع حضرتك، ترتيب محافظة هنا 26 تقريبا أو 25 حاجة كده، 26 في التنمية. طيب محافظ 26 في التنمية، بقول نفسي أطلع رقم واحد، تحدي عظيم. أعتقد مهم جدا إن احنا كلنا نتكاتف مع المسؤول لما يكون ده حلمه، خصوصا إن المسألة مش لشخصه، ده للمحافظة وبالتالي للدولة المصرية. اعتقد ده دور كل مواطن، كل واحد يعمل اللي عليه في مكانه اذا ما اردنا ان احنا نوصل للشكل ده. هقول لسيادتك عدة اسماء، سيادتك هتوجه لهم كلمة او عبارة اللي تيجي على بال حضرتك اثناء هذا السؤال. لو انا بقول لسيادتك عاوزك توجه لي كلمة لكل الاجهزة التنفيذية في المحافظة وموظفين حضرتك وعاوزين دلوقتي يشوفوا لقاء حضرتك، بتوجه لهم كلمة تقول لهم ايه؟ اقول لهم المواطن ثم المواطن ثم المواطن. بالحديث وانت بتكلمه مع المواطن، لو قلت لك بقى رساله للمواطن جوائنا اللي مستني كتير من المحافظ اشرف غريب، خصوصا ملفات كتير مفتوحه وعمليه تنميه هي مصيريه ومهمه تتعلق طبعا بمياه وشرب وصرف صحي، رسالتك للمواطن في هنا تقول له ايه؟ الحقيقه هقول له ان المسؤولين في المحافظه الحقيقه ما بيناموش فعلا، بيشتغلوا في ايام العطلات وبيشتغلوا 24 ساعه، انا شايف كده كويس، وعايزك بس ايدك في ايديهم عشان دي بلدنا كلنا. برنامجنا اسمه أحلام مواطن، وطبعا ده برعاية مؤسسات خيرية مهمة جدا زي مؤسسة سخية الماء. قلت لو قلت لسيادتك رسالتك لبرنامج أحلام مواطن اللي جه من القاهرة النهاردة عشان ينور على أمور إيجابية في محافظة هنا، رسالتك للبرنامج تقول لنا إيه يا فندم؟ أقول يعني الحقيقة برنامج جميل ومذيع الحقيقة، يعني على مستوى عالي من العلم ومن الأخلاق، والحقيقه طبعا انا سعيد ان انا موجود مع حضرتك في هذا البرنامج، واتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. وانا شفت حديثك مع معالي وزير القوى العامله الحقيقه باسلوب يعني غير نمطي واسلوب رقيق كده وميداني، شهاده فوق راسي. فالحقيقه انا مبسوط جدا من ادائك في 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 الحلقه. يعني سياده اللواء اشرف غريب، هل في اي سؤال سيادتك كنت حابب تعبر عنه للمواطن في هنا انا ما سالتوش لسيادتك، حابب توجه اي كلمات سيادتك حابب تقولها في نهايه لقائنا؟ لا والله انا طبعا يعني انا يعني ما عنديش حاجه اقدر اقولها غير ان احنا كلنا هنا في خدمه المواطن،
وانا دايما في لقاءاتي بقول للمواطنين انا بشتغل عندكم بدرجه محافظ عشان الناس تبقى عارفه ان انا هم هدفي في العمل، ودي رساله بنقلها لزمايلي. احنا كلنا هنا جايين عشان المواطن، وكلنا بناخد مرتباتنا نهايه شهر عشان خاطر هذا المواطن. فانا بقول للمواطن ان شاء الله انت في ايدين امينه، اللي نقدر نعمله لك ان شاء الله هنعمله على اقصى درجه باذن الله، وان شاء الله هنشوف هنا في زمن قريب جدا ان شاء الله اللي انت تحبها وتتمناها ان شاء الله. ان شاء الله هتشوف هنا في افضل ما يكون في وقت قريب واللي انت بتحبها. دي كانت اخر كلمات سياده المحافظ اشرف، سياده المحافظ اللواء اشرف غريب الداودي، بيقول لك قريب جدا هتشوف هنا في احسن ما يكون. كلام مسؤول من محافظ بيعتلي هذه المحافظة، أعتقد رسالة مهمة جدا جدا. أحلام مواطن كان حابب دايما يا جماعة نبدأ بداية غير تقليدية بمحافظات الصعيد. محدش يتصور أن أنتوا بعيد عن الإعلام، بعيد عن المسؤولين. النهاردة شفتوا جولات ميدانية مع وزير القوى العاملة وسيادة المحافظ والعديد من الملفات اتكلمنا فيها النهاردة. أعتقد ده بيأكد أن اللي جاي إن شاء الله لمحافظة إنا الخير كل الخير. رسائل واضحة وصريحة لهنا سيادة اللواء، هي دي قيمة المسؤول اللي دائما وأبدا بينزل يكلم الناس سواء في لقاءات جماهيرية أو حتى على شاشات التلفزيون، وده طبعا طبقا لتوجيهات سيادة الرئيس. كلموا الناس وادوا الناس أمل، وأعتقد مفيش أحسن من كده أمل بدأناه بهذا المشهد من محافظة إنا مع سيادة اللواء أشرف غريب محافظ إنا. سيادة اللواء احنا بنشكرك جدا 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 في نهاية لقائنا، وإن شاء الله تكون دي البداية وليست النهاية لأعمال تنموية كتير موجودة في المحافظة. شكرا جزيلا، شكرا لحضرتك، شكرا. جايين نساعد